ويلكم باك ليديز اند جنتلمان. في مباراة أخرى وين قلوبنا ماهي باش تحس كان بالألم على خاطر عن الفرق اليوم فايبورس وفنداتا اللي عارفين إلى حد الآن كيفاش يلعبوا، مش كيفاش يلعبوا، قاعدين يقريوا فينا في فالورنت صراحة. أنا درس صحيح صحيح درس كامل. نذكروا مون إنه ماب الأسنت فيها أقل نسبة ربح من جهة الأتاكرز وأكثر نسبة ربح من جهة الديفندرز. فإلى حد الآن ما تعطيش بارشا اكسسز للبومب سايتس، يعني كي تغزل الميني مابس الميني ماب فقط، البومب سايت بي لاعب فقط يكفي باش يسكروا، الميد لاعب فقط يكفي باش يسكروا، تخاف من البومب سايت اي خاطر عندك اكسس نتاع الشورت واللونج، وبطبيعة الحال باش تحاول تغطيه. عندك شي هنا كبزي ما يتفوقش انه يتخلص من جون كيوتي، قدام اجي كيفي باش بطبيعة الحال سهل نفس المأمورية، لكن تصور فماش باش اس كبيرة تستنى لاعبي فريق ديفاين فانديتا اللي باش يحاولوا يدخلوا تو بسرعة كبيرة في اتجاه البوم سايت اي. لهنا بطبيعة الحال بيس تطلع على الاخر في وقت اللي الشاص قاعدة تخرج بازيت مكان اجت كيل الاول، برامز كذلك يلقى كيل الثاني في وقت اللي بقيت سكواد نتاع فايبرز ما تحبش تقف تراك ترين مازال متواصلوا، بازيت مكان اجت كيل اخر وكيل ثالث لنفسه في هذا الراوند على خاطر لاعبي فريق تيم فايبرز ما كانوش يستنوا في عدد كبير نتاع لاعبين في هذا الموقع، وبازيت كواد كيل يوفي هذا الراوند. الكواد كيل 1 اتش بي واحد اتش بي يقعد بيه بيزي في المباراة في الجولة هذه كما كنا نحكيه، يعني الماب ممكن تسهل أكثر العملية للديفندرز، وكما شفنا في البومب سايت اي كيفاش كانت عملية سهلة على بيزي ود سكواد بتاع ديفاين فانديتا باش يربحوا هذه الجولة. ولكن بيزي قدم جولة جميلة جدا، يعني في المباراة الأولى شفنا برامز في الجولة الأولى كيفاش هز ايس، المباراة هذه شفنا بيزي كيفاش هز الكواد كيل في الجولة. وإذا نحكيه شوية لهنا على الأجنس الموجودين مون، عندنا سايفر اللي كومبليتلي نجم يسيطر على البومب سايت اي بالتراب وايرز، ولكن كذلك ديفاين فانديتا إلى حد الآن ماخذين تو كيلز، ولكن هاكس يحاول يدلل الفارق، هاكس مرة أخرى وكاكتوزيو بالشيرف ياخذ كيل على ماشينا، تبقى العملية 2-2 إلى حد الآن شي يتجهوا جهة البومب سايت بي. نذكروا مون نصور إنه من أصعب الريتيكس على البومب سايت بي ولا أنا غلط؟ كيف باش نقول لك البومب سايت بي صعيب باش تدخلوا، صحيح عندك 3 اكسس واللي تحب عليه، اما ديما مهما كان الموقع اللي باش تاخذه باش تقدم منه باش تقعد متخوف من ظهرك على خاطر الميد يعطي اكثر من طريقه اللي تنجم تدور منه، وهذا اللي يصير تو في الاكسشينج الصغير اللي صار كاكتوزيو بطبيعه الحال شد الموقع نتاعو الطلقه نتاعو على الكاميرا تاكد الموقع نتاعو والطريق يتخلص من كاكتوزيو بكل سهوله لعب الاخير على قيد الحياه. وهاكس بسيج ياخذ التجزيم تاع البومب سايت اي، خطاب بطيئة مليانة تحس الحس نتاعهم يضربوا على نغمة وطبقة الانسرتيتيود. ثم تارك ممكن يقسم رواحهم، تارك يمشي بومب سايت اي وبيزي يمشي بومب سايت بي إلى أن يأخذ المعلومة على اتجاهات سيج. لحد الآن موجودة من جهة الميد كات وول كما كنت حاول تدخل من جهة الكابي وتتعدى للبومب سايت اي، ويمشي يلقى تارك في الاي رافترز بسبيكتر أوكي exactly بسباي كام ياخذ عليه فول انفورميشن يعرفوا اللي هو موجود هنا في البومب سايت اي يعني اوبفيوس خلينا نقوله بخلاف اوبفيوس وانه سمعوا يزرع في السبايك القفزه هذيك تعرفش معناها ممكنش تسمع ستيبس نتاعي ممكنش تعرفني منين باش نخرج لك. هذاك اللي صار بالضبط بالرسمي معناها عرف كيفاش يستعمل لنا تريك كل الادوات اللي في جيه باش يتخلص من نفسه نتاعو مينيمال دامج، يعني ما كانش دامج ذا اليوم هذه سباي كام كانت في محلها الحقيقه خذ بها المعلومه اللازمه عمل تاج للسيج قعد عليه الفيجن يذولي كل 1.5 سكندز ولا كل 2 سكندز يعرف اللوكيشن بتاع سيج. ف 2-0 الى حد الان فريق ديفاين فانديتا دفاع الى حد الان قوي نوعا ما، ولكن شوفوا الفايت كالعاده في الميد كورت يارد، كوبزي ياخذ الكيل على كاكتوزيو، بريمستون ياخذ الكيل على بريتش هانتر لان بتاع الحال واحد في الميد حال يجد ممكن سيبورت الكافي من عند التيميت سمتعه بشي نجم ويتمكن من انه يبايك. برامز لنا في ريسكي بوزيشن نعرف احنا من الماب انه فهم حتى لعب يحاول يدخل على مستوى البومب سايت بي، اما انك تلعب بالوبريتر من هذا الانجل شوف مع البوزيشنينج متاعه يخليه ياخذ شولدر بيك، اما في صورة انه فلت شوت ولا حتى اذا كان اخذ كيل بعد صعب عليه المأمورية. وحالة زاد يحاول يقسم الماب في اثنين في الكنترول نتاع الميد شنو يمكنه انه يعمل بالضبط، اشكاليه ان الجراج مقفل ولعبي فريق تيم فايبورس مش حاولوا ياخذوا الاتجاه نتاع الكاتوك ومن الكاتوك البومب سايت اي لي ممكن عندهم اكثر فرص نتاع بقاء فيها في وقت اللي كابزي يستغل بيكسل يمكنهم ان يشوف البوزيشن نتاع المنافسين نتاعو.
متسكرت عليهم الماب توا تسكرت تخنقوا تسكرت الماب صحيح شو قالوا يحم في 3 ضد 5 ومازالوا حايرين عندنا الميد ماركت مسكره ولكن ممكن روتيشن مش تكون جهه البي سايد وين فما براونز يستنى فيهم بالاوب ولكن ممكن يقتل سايفر لهنا ويستعمل الداش اي 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 فما اومن لهنا بش يحاول يعمل راش عنده 20 ثانيه في دي هل ممكن يفعلها براونز مره اخرى يحاول ولكن موجود كابزي بال 4K لهنا في هذه الراوند يلقى كل الاخير على هاكس وزودكس هانتر ديفاين فانديتا are making statement بالضبط كل لعب فيهم اذا كان تحط تعطيه الفرصه باش يغدرك حط في مخكره باش على الاقل 2 كيلز وهذا اللي قاعد يصير توا قداش عشنا في المباراه هذه 3 راوندز في 2 راوندز لينا كواد كيل من عند كابزي وكواد كيل من عند تارك كان مانيش غلط شفنا بيزي في الراوند الاولى بالجوست بازي بالضبط بازي وزي ما تبعت الحال غادي من ستيتمنت على الاقل على مستوى فردي وعندي احساس انه تيم فايبورس حتى وقت اللي اختاروا هذه الماب يعني خذوها معنا كconfidence pick اما الثقه نتاعهم يظل مازالت مش المستوى نتاع الدليفري قاعدين ننتظروا فيها مس لوني بلو اوبريتور اوه الثانيه صحيحه من عند برامز لمحاله وتبدا قصه الراوند الرابع سبايك في اتجاه البوم سايت اي مفرقين شوف في الحاله انه عندنا لاعب في سبون مازال قاعد ينتظر في التايمينغ ممكن يستعمل التليبورت نتاعو ممكن يدخل في اي بومب سايد كين في وقت اللي سيج قاعده تحاوس حدا في الميد معناها باليوتيليتي سبيلز نتاعها نتصور انه عندها بوزيشنينغ باخير تنجم تشدو في وقت اللي البودي شوت لوني تخلي لا ما كانش بودي شوت كانت ميس تخيل روحي ريت بودي شوت لا تخيل روحي ريت بودي شوت ما عرفتش حاجه حمرا شعلت ما نعرفش المفيد مازالت لاباس عليها سيج ما تحاصرت دخول من البومب سايد اي لهنا من جنب تيم فايبراس عنده الانفورميشن الكافيه لهنا تارك مش ولكن هاكس يلقى كيل على برامز بعد فايت طويل صار في الميد كورتيارد ولكن الاوربيتال سترايك موجود لهنا من جهه بريمستون يحاول انه يزيد يضيع لهم الوقت اكثر تارك يلقى الكيل الاول هنا على هاكس من وراء سايبر كيج لكن هل ممكن يلقى الكيل الثاني لانه شوف شودر بيك محاوله ولكن تارك يلقى الكيل الثاني كابزي في الموسند يلقى الكيل على جون كيوتي وما يبقى كان اومن اللي مون حسيته اي اف كي ولا دي سي في الراوند في نفس المكان ملي بدات الراوند يظل دي سي يظل دي سي بالضبط لان كنت خايف فيه باش تعمل الالتيميت على خاطر ما عنديش فيجوال على الالتيميت ستيت نتاعو وفي انتظار بطبيعه الحال انه يتمكن من اصلاح العطب اللي قاعد يواجه فيه في هذا الراوند لا ما زلت حسب ما نعرف مازلت مش موجوده ما نتمنى انه باش يتمكن لاعب فريق تيم فايبرس من انه في اقرب وقت ممكن يتخلص من هذا الاشكال شوف الفليك من وراها الداش معناها لايتنينج سبيد رياكشن سريع البديه وسريع في سويبر زيد في الاكزكيوشن هكا والا هكا ندخل من مره الخامس تكون 4 ضد 5 لهنا مون عملية صعبة جدا لأنه أومن بعيد على الصراعات الموجودة برامز كالعادة بالأوبريتر موجود مجيئة الميد ماركت في المحاولة أنه يقل الكيل لنا ولكن ميس شوت مرة أخرى مزيلي يحاول أنه برامز الكلاود بيرست موجود خيرا يرجع التالي يتخلص من الإشكال اللي نجم يقدموا عليه الباب متاع الجراج بالطبيعة في وقت اللي كاكتوزي يتخلص من ماشينة كان أول كيلي في هذه الروندة في وقت اللي بازي يتخلص من كاكتوزيو كاريفانش كيل يعني لنا ديفان فينديتا قاعدين ياخذوا في اريحيه اكبر قاعدين يتحركوا في الماب يخرجوا من البوزيشنز المعتاده نتاعهم وشفنا نتاع البومب سايت اي مسكره الكلها تراب وايرز الكلها تراب وايرز يوب اكزاكتلي وضعيه صعبه على تيم فايبراس الحقيقه مون خاصه انه اومن مش موجود في هذه العمليه ممكن يحاولوا يخسروا ديفاين في الاسلحه نتاعها ممكن يحاولوا ياخذوا كيلز ولكن شوف هنا من وراه تارك يلقى كيل على جون كيوتي وما يبقى كان تيرنونو الوحيد هنا في 1 في 1 ضد سوفا يلقى عليه الوان تاب الفانتوم تيرنونو لهنا الوقت معشي يكفي زودكس هانتر هلو نعرف شنو قاعد يصير بالضبط مع زوديك سانتر منتصور فما إشكال على مستوى ممكن الانترنت كونكشن الخاصة بيها ما الحاجة أكيد أنه الراوند هذا ينتهي بالراوند تايم 5-0 لديفاين فانديتا
في انتظار بطبيعة الحال بإيميل أنا نرجع في وضعية متاع 5v5 قتلوا في البيز نونو نونو اوكي مش عارف رغم ان الكليك ادفانتج اللي كان عنده ولكن تير نونو غريب الكنترول هنا بتاع الريكويل من جهته هو ولكن 5-0 لحد الان من جانب فريق ديفاين فانديتا ما فهمش نسق عالي في هذه المباراه سلو جدا الروتيشنز من جهه تيم فايبوراس وهذا مفهوم لانهم يلعبوا ناقصين لاعب في هذه المباراه ولكن هذا ما يمنعش انه مون يعني دفاع محكم من جهه ديفاين فانديتا كما كنت تحكي سايفر كيفاش شادد البومب سايت اي وحده ولكن ماشينا كالعاده الان يلقى الكيل على كاكتوزيو مازالوا مصممين انهم يدخلوا من البومب سايت بي يعني الهانترز فيوري موجوده من جهه بيزي والكيل مره اخرى يمشي للماشينا بيزي بالالتيميت وهاكس حاول يثني الفارق ولكن نوت اناف شوف الموفمنت بيزي يلقى الكيل الاخير لنا على هاكس وكالعاده اومن عندهم عليه الانفورميشن اللي موجود في البيز لهني مون I feel betrayed بعد الجيم الاولى والله ليش شكك في القدرات نتاع تيم فايبورس وعندي معنى ايمان انه على الاقل في ديفندنج سايد شاتينا هاف مزيان على الاخر شنو نقول لك ما كناش نتمنوا في الشيء هذا باش يصير ولكن الحق ما نعرفش انا مش حتى قاعد يتحرك كما هكا ولا هكا 6-0 ديفاين فينديتا بيت الحال دفاع محكم وفرق عددي واضح ماخذين البوزيشنز نتاعهم في مناسبه اخرى فلان ترابواير اللي يصير تطبيقه بطبيعه الحال من عند تيم فايبورس باش يمنعوا نفسهم من انهم يتقدموا انطلاقا من البومب سايت اي ورغم ذلك الكل يعرفوا انه فما لعب منقوص باقي ديفاين فينديتا شوف كيف قاعدين يلعبوا في بوزيشنز نتاعهم على ديفنسيف يلعبوا على اساس ضدهم خمسه يعني مش اربعه وهذا حلو العمليه ولكن هاكس احلى ويلقى الكيل على ماشينا لهنا من جهه ال من جهه البي لوبي شوك بولتس لهنا من جهه بيزي حاول يعمل ما قد حتى دمج على اي لعب الحاجه اكيد انه المره هذه ديفاين فينديتا في وضع متاع 4 ضد 4 عندهم امكانيه باش يفكوا البومب سايت بي خاصه انه الرقابه اللي كانت مفروضه بلاعبين اصبحت بلاعب فقط وقت اللي برامزي يتخلص من كاكتوزيو وهاكس يلقى عليه ريفنج كيل هذا ما يعطيني الا شيء واحد انه الريز يصير بالضبط هذا اللي صار على كاكتوزيو في شاشه يرجع اومن الكره نتاعو يدخل في وقت اللي جون كيتي يتخلص من بازي وهذا يا اول راوند وين انت من بعد بيست راوند وين تيم فايبرس تمكنوا من انهم يوصلوا البومب سايت هذا البلانت بتاع السبايك اللي تم كابزي ملا هيد شوت مون زيديك سانتر رجع في المباراة ممكن هذه الراوند يربحوها الأولى تيم فايبوراس يعني هل ممكن شوت كولينج من هذا اللاعب هو اللي خليهم يربحوا الراوند هذه ولكن اوف يور فيت أنا موجودة من جهة بريتش وكاكتوزيو وجون كيوتي ينهي هذه الجولة وأول جولة تمشي صالح تيم فايبوراس ممكن هذه بداية الكامباك من فريق تيم فايبوراس ممكن رجوع الشو والليفل اللي استنسنا بيه واللي تعودنا عليه بين زهيدهم زوز فرق تعودنا عليها في مباراة باركا ماذا بين نزيد وشوفوا أكثر من عند كل الفرق المشاركة حاليا في حاب أذكركم في الإغنيشن سيريز الخاصة إنفيتيشنال متاع شمال إفريقيا نحن ريبلاي لهنا عايشتنا هيد شوت ما يشوفوا منها برشا لكن مش نشوفوا ممكن ما زين منها ويظهر لي كانهم تكبسوا تو ديفاين فينديتا تكبسوا مو انا لعبت قبل كاستم جيم في فالورنت وفما البوز اوبشن لازم يو انيبل تشيتس يعني تحط تشيتس اون اما انيبل تشيتس في تورنمنت تشيتس وتورنمنت ما يجيوش راه فرد مقال الا في صوره انه فما كلمه ممنوع موجوده في الكونتكست صديقي نتصور نستبعد على الاخر انه باش تكمل فالورنت من غير فوز اوبشن بين التكتيكال والتكنيكال سامحني اي ستاترد كيف ما بالضبط يستطري لان اللعب بعد الخروج نتاع كابزي من راسموك وقت اللي بازو تاريك تولي حتيهم يلقى اكيل لانفسهم في هذا الراوند ومدير لاب تصير بعد صار البوش بخمسه لاعبين انطلاقه من الميت محاوله نتاع سبليت ممكن على البومب سايت بي لكن سبايك الطايحه هيد شوت الماشين ما يعرفش انه فما لاعب موجود في الكورنر يعني في نونو اللي ينتظر ياخذ المعلومه ما لقاش دمج كيفي باش تخلص منافس نتاعو يلقى هيد شوت في مرحله اخرى وكاكتوزيو يتخلص من تاريك
توزيع تركيل، ولكن برامز برامز موجود بالاوب يقاكيل على تير نونو باش تبقى العملية 2 ضد 1 لهنا بين بريتش وبرامز. ينهي الجولة 7 جولة تمشي صلاح ديفاين فانديتا. يعني شو نقول لك، معناها تلعب اوبريت وتخرج بالطريقه هذيا وتخطف المنافسه نتاعك من ظهره، هذه حاجه اللي يعملها رايفلر في العاده. وجاب لي خيار انه برامز وماشينا سوس يلعبوا اوبريترز هذا الراوند. تختلي لا غيروا التمركز نتاعهم، غيروا البوزيشنز نتاعهم، معناه انه برامز باش يلعب على الشورت على الكاتوك. هذا اللي يصير يظهر لي على ما نظن. ليه تغيير البوزيشن؟ نحب نعرف وين باش يركزوا الاوبريترز نتاعهم. هو الميد يعني عند برامز باش يكون ميد، يعني الميد مهم جدا الاوب في الميد، ولكن كذلك عندنا اوب اخر موجود من جهه البي سايد، ولكن سكيل مش صغير هنا يربحوا كاكتوزيو في محاوله البوش. ولكن برامز كالعاده يتفوق في الدولز وياخذ الكيل على زيدكس هانتر، ولكن هاكس كالعاده موجود كذلك يلقى الكيل على بيزي. تبقى العمليه 3 ضد 4 من جهه ال ديفاين فانديتا والريزوركشن ذل لهذا الفارق، تصبح 4 ضد 4 لهنا مون. ولكن تارك يلقى كيل معاه زميله جون كيوتي، يلقى كيل على تارك. وبطبيعة نشوفوا لهنا في طريقة آلية رامز اللي خير انه يتخلى على الاوبريتور نتاعو ويستغل بطبيعة الحال نايفز نتاعو اللي بطبيعة مانيش نحكي على الفاير ريت والدامج هكا هو، ونحكي زاد على الإمكانية أنك بطبيعة الحال حتى في الهوية تمس التارجتس نتاعك تكون عندك 100% أكيرسي وبطريقة آلية لهوني، رغم السموك ورغم الحيط ورغم كل شيء يتمكن برامز من أنه يلقى كيل على منافسه حتى في الهوية يتخلص من جون كيتي. Out of this world. أقل من نجم نقول برامز في كل مرة يعمل عملة يخلي فمي محلول، موش عادي. Exactly. موش عادي. مون مون اسمعني، كنت نخمم في حاجة. أنا قلت لك you have to enable cheats to pause، صحيح ولا لا؟ وأنت قلت لي if you enable cheats ممنوع في التورنمنت، أما نحن كل قاعدين نتفرجوا في المباراة، يعني إذا صار أي cheat فبش يكون auto disqualification. ممسي ماذا بي نجاوبك وندخل ونحلو الموضوع هذا أكثر، إلا أني ما عنديش المعلومات اللي تكفي وما عنديش زادة الأثوريتي وما هوش دوري زادة بطبيعة الحال مش ثبت في المعلومة هذه. تبقى أنه نصور cheats are disabled دم ماشينا، رغم ذا الكل يلعبوا كينو إيشيتي معناها بالأوبريتور متعوا من نورا الحيط طريقة آلية يتخلص من نفسه، وذي بطبيعة الحال يحط تيم فيبورس في مأزق كبير. إلى حد الآن 8-1 فرق، كنا قاعدين نتفرجوا في شبح تيم فيبورس يلعب في الماب الثانية هذية. لا ماشي اشكاليه نتاع نشجع في فريقه الا ليه، وي ار ميكينغ ستيتمنتس قاعدين نحكيوا على الموجود وماشينا، رغم ذلك الكل مازال قاعد يحاول يضرب ملاحيت في اختي بازي يتخلص من نونو كاتوس، رغم ذلك الكل يتخلص من بازي اما تارك موجود تريبل ويوفي هذا الراوند لصالح فريق ديفاين فانديتا. تارك موجود هنا في الدفاع على البومب سايت بي يلقى 3 كيلز ورا بعضهم متتاليين لهنا ويمنح ديفاين فانديتا الجوله التاسعه 9-1 لحد الان. فريق تيم فايبوراس مازال ما عندوش الجواب، السيطرة التامة من جهة ديفاين فانديتا. نتصور انه الغياب نتاع اومن انطلاقا من الروندة الثالثة مس شوية في القدرات المعنوية نتاع فريق تيم فايبوراس، خاطر انا متأكد ان النجم يعطينا خير من هك. انا نعرف ظاهر من الجيم الفارطة يعني صحيح عن ديفاين فانديتا غلطوا برشا، لكن انك تتفوق وتستغل اخطاء نتاع المنافس نتاعك اتس ان ارت سكيلز ان اتسيلف. يقتل برامز يخزن سموك يتخلص من جون كيوتي بطريقه اليه. كابتن نشوفوا ان الالتيميت نتاع بازي تعملش دامج وكبزي بهيد شوت يتخلص من كاكتوزيو. اما مون في دكه التعليق قلنا اللي اللي فريق فايبوراس يعني ماهوش مرتاح على الماب اسنت رغم انه هو اللي اختارها، ولكن كي تكلمت انا وقلت انه ضد الاس بي ال القاور روحهم في مشكل كبير في هذه الماب، ولحد الان قاعدين نشوفوا فيه المشكل. زيدكس هانتر ممكن يحاول يقلص من هذا المشكل والامباكت نتاعه وياخذ الكيل على تارك، تبقى العمليه 2 ضد 3 بيزي يلقى الكيل على هاكس، ولكن زيدكس هانتر موجود ماشينا كالعاده ينقذ فريقه مره اخرى. تكون ديفيوز عادي ديفيوز تو فروندا 10-1 النتيجة، وصلنا الهاف تقريبا سيء. وبصراحة معناها نحب نشوف تيم فايبورس يعملوا كومباك شنو 10-2 تو فالهالف 10-3 تصور كان يصير كومباك في الفاينلز 10-3
قدام خمسة ملايين وراهم قادرين والله قادرين تيم فايبورس قادرين ينجموا والله ينجموا عندي إيمان كبير بيهم راهم قادرين يعملوا الكومباك وقادرين زادة بشي هزوا ماب اللي بشي جيب بديكشن تاعي صحة بش نجم فليكسي عليه يكون فليكسي على الكوميونيتي متاع فالورنت أما رغم أنه سيناريو صعيب يبقى ممكن حبينا وإلا كرهنا ومنعرفش فما نقطة زادة ما حكينيش عليها ولي البيك متاع بريتش اللي إلى حد الآن معطاش النجاعة ممكن ليبحث عليها حاليا الفريق وبرام مريض 3 كيلز برام منين جاء هذا المخلوق فاش تعمل لنا شكون جابك يا برامز يعني واو فما هناك كتوز اللي منزل يحاول ياخذ الكيل على ماشينها ولكن منزل يحاول بيهايند ذا وول عمل يتنه اثنين يظل يمون مشي روح مون بعد ما شاف الكيلز متاع برامز ولكن كاكتوزيو يجا يمون يجا شوف كاكتوزيو اللي عنده 3 كيلز ممكن يعمل ايس وحده في هذه الرامز يبقى ذا تارك وبيزي لهنا استعمل البرست نتاعه ولكن ما يلقى حتى تارجت الو مون حول مون الكلاتش بوتنشال بيقي ممكن راهو لذي اللاعب خلينا نكونوا متفاهمين ولهنا يبقى يجد هيد شوت اولى ما الاودي ريكويل ما مكنوش ولودان لهنا كيف بطبيعه الحال لي بازي باش يتخلص من المنافس نتاعو ابجريد مش متاكد لكن بمرسوم متاكد يخير انه يدور الاوبريتور اللي باش يعطي الواحد من التيميتس نتاعو حاجه اكيد 11 واحد النتيجه الراهنه وضعيه صعيبه سيناريو صعيب على تيم فايبورس مشجعين نتاعهم حاسس بالالم بخيبه الامل على مستوى هذه المباراه خاصه بعد الشوينج اللي قاموا به على مستوى الماب الاولى اكزاكتلي استنينا مستوى الحقيقه قوي معناها في الماب هذه ولكن انا عرفتها من الاول انه الماب تكون صعيب عليهم ممكن سايد سواب لهنا يساعدهم اكثر في الدفاع مامون باش يرجعوا معناها من فارق 11 واحد على خاطرهم مدافعين ديفندرز ما تصورش كان معقول معناها الى ان ممكن يعني ديفاين يصير لهم شيء غير عادي ويخسروا كل الراوندز ولكن صعيب ياسر خاصة بعد المستوى اللي شفناه من جهة برامز وماشين أما كيف تشوف المستوى متاع كاكتوزيو كيفاش واقف بالرسمي واقف وقفة رجال على مستوى البومب سايت أي تتأكد أنه مازال الأمل القائم وموجود عند فريق فايبورس ويأكدون هذايا بالسيجنتور متاع الراوند الأول بيستول راوند هذايا هذه البداية ليهم وفي اتجاههم كهو هل هذه البداية ومازال ولا مازال على الأقل حسابيا على الاقل 2 راوندز واضح على الاقل 2 راوندز اذا كنت فاين فندتا انتصروا في 2 راوندز اما كل امكانيات قائمه كل حسابات قائمه واسمع شوف هي قاعده تبسم اي عرفت تبسيمتك اكلي الثعلب اكلي قاعد يتشمت في روحه وفي الكوكاستر اللي معاه اللي ها في الزوماب ما عادش نحكي ثلاثة مابيت نحكي أربعة مابيت ولينا أربعة مابيت باهي إذا نش عنا لنا عنا فريق إس بي إل أوكي كوبزي كالم داون برو كالم داون ولكن زوديكس هانتر كيف يجاوبهم في نفس الوقت بالمارشل يعطي كيل على كوبزي وعلى بيزي ويصعب أكثر العملية على فريق ديفاين فانديتا برامز كذلك يموت على دين كاكتوزيو من جهة الميد كورت يارد وطارق موجود بالمارشل شنو هذا ملا فرجة تير نونو يقع كيل على ماشينة ولكن واحد لهنا طارق ضد العالم ضد مش العالم ضد ثلاثة لاعبين ضد منافسي بالضبط وبالتحديد يعرف بيت الحالة انه سبايك طايحة البرة ما تيسبون لك مش عارف انه شكون ممكن يقدم عليه في اي لحظة وبالضبط قراءة جيدة لهنا إيريبروشابل من لاعب جون كيتي قاروحوا كي الاخر وحديش ثلاثة بابا صدق او لا تصدق حديش ثلاثة اما الاشكالية انو هذي بشكون باي راوند عند التو سايدز و ديفاين فانديتا لما حالا نشوفهم لهنا ارتكزوا بمارشال بيصوز عند قيد سكوات على منظن بالضبط ايكو اخرى عندنا ايكو اخرى اوكي ميك سنس لانو الكريدز ما تخليهمش يشريوا الفاندل وهيفي شيلد اذن مش خير انو يشريوا شيرف ولكن ما ننسيوش انو كابزي بالشيرف وبرامز بالشيرف مون حاجة أخرى يعني ليفل آخر مستوى آخر لكن شوف هنا الزلزال من جهة بريتش كابزي حاول يلقى الكيل بالشيرف ولكن مازال في مواجهة مع كاكتوزيو بالبولدوغ ماشينا يربح الدول متاعه بالشيرف كذلك بيزي يلقى كيل بالشيرف هذا الكل ضد فول باي تيم اللي هما تيم فايبراس
هل ممكن يفعلوها لان تيم ديفاين فانديتا ممكن تكون ميد تو بي لهنا من جهتهم، ولكن فما زود اكس هانتر اللي ما عندهمش علم بوجوده ياخذ كيل الاول هنا الكيل الثاني. برامز موجود بالمارشال ياخذ عليه الكيل يعملوا شت داون، وبيزي يخلي الفارق شاسع بين النمبرز، ولكن لا تيرنو نومونو لهنا 1 في 2. الاشكاليه ان المنافسين نتاعو تمكن من ايجاد اسلحه لانفسهم على ما نظن بعد لا دخلوا البوزيشن تاع الميد في اتجاه البومب سايت بي. الحال سبايك تم زرع، وشوف اللاعبين الاثنين مشيو يلوجوا على المنافس نتاعهم يعني بطريقه اليه خير انهم يلعبوا الورقه الاجريسيف. برامز ليه اذا ما تفلتش يا برامز بدونه بطبيعه الحال يعاقبوا عليها، اما بازي يغلط في اخر لحظه على 4 بيكسلات بالحساب من ما تبقى يتشاف من نونو ويتخلص منه. هذا راوند ثاني عشان يصلح ديفاين فينديتا وتيم فايبورس بدا يحسوا بالضغط كان في ظهره برامز، ولكن ما لقاش عليه الكيل. لاني غريبه في هانتر زاد هانتر لهنا كان بامكانه انه يلقى تريبل كل سهوله يعني كراوتش والوقفه نتاعهم الاول جديد صعبت عليه الماموريه باش ما نقولوش خليتها مستحيله على بطبيعه الحال نفسه في انه يحكم اكثر فري كويل. اذا برامز هنا يلقى الاوبريتر في هذه الراوند، وانا حاسس هنا باش تكون اخر راوند لانه برامز بالاوبريتر يعني من اقوى الاوبريتر شفتهم في الارب سين حقيقه، كان مش اقوى واحد لحد الان. برامز موجود من جهه البي الاوبريتر ممكن نشوفه راش على البومب سايت بي لهنا من جهه ديفاين فانديتا. سموكس موجوده كذلك من جهه بريمستون، ولكن هاكس يلقى كيل على ماشينا يتريد، ولكن تارك كذلك يجاوب على زودكس هانتر يلقى عليه الكيل تصبح العمليه 4 ضد 4 برامز. هذا اللي حكينا عليه، هذا الاوب اللي نستناو فيه، ولكن كاكتوزيو في نفس الوقت يلقى الكيل على كوبزي مون. العمليه باش تصبح 3 ضد 3 وفما روتيشن قاعدين نشوفهم ديفاين فانديتا ممكن البومب سايت اي كومبليتلي، ولكن البليت ستورم من جهه برامز حاضر بجلاني. برامز بطبيعه الحال باش يتخلص من اي منافس ممكن اللي يجي في ثنيته ويحاول يعترض ويتمكن من التعرف على الموقع نتاع على الاقل التيميت نتاعو السايفر اللي تصورته انه السايفر نتاع فريق تيم فايبورس. وبومب سايت خالي تماما من اللاعبين اللي في الدفاع. في قريب برامز يلقى تاب بالنايفز على نونو. شكرا برامز ثلاثة من الناس على قيد الحياة، وغريبة كيفاش سايبوا الكنترول والدفاع على هذا البومب سايت. لاعبي تيم فايبورس يطلعوا من جهة الاي رافترز لهنا سيج في محاولة بتاع 1 في 3، ولكن برامز موجود بالاوب ليه يضيع الشوت 3 كيز الهاكس بشكل عملية 1 في 1. هل يفعلها لهنا هاكس؟ هذه الفيك ديفيوز موجودة، ولكن بيزي مازال حي عنده الهانترز فيوري. هل ممكن يلقى بها الكيل؟ باش يحاول يستولي الماكسيموم تايم، ولكن شوف الوال ولا اروع لهنا من جهه سيج. هل ممكن تاخذ تستعمل ديفيوز؟ ليه مازال الوقت ما يكفيش لهنا، لازم يلقى عليه الكيل. بيزي موجود ينهي الجوله وينهي كذلك امال فايبرس في ربح هذه المباراه من بيست اوف 5. شنو هذا من لا بيرفورمانس ومن لا مستوى من لاعبي ديفاين فانديتا؟ وخسرت خسرت 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 فريق فايبرس. حسيت روحي عرفت كني متعبت خانك عبد خانك خذلوني على الاخر. كنت استنى من خير على الاخر. بزيده محل 19 كيل 17 البرامز ممكن اثرت فيهم زعما